تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، أقام الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين احتفالا بمناسبة يوم العمال العالمي. هذا الاحتفال جاء بحضور سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، حيث تم تكريم العمال المجدين والمتفوقين والمنشآت المتميزة من مختلف القطاعات الإنتاجية والاقتصادية في سوق العمل بمملكة البحرين. حرص من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، الداعم الأول لعمال البحرين الذين أضاءوا ميادين العمل والإنتاج بسواعدهم وفكرهم وإخلاصهم. يقام هذا الحفل السنوي تحت رعاية جلالته، وذلك تقديرا لجميع العمال المجدين لجهودهم الكبيرة وإسهاماتهم القيمة في بناء الوطن ورفعته. فرحة كبيرة الحقيقة بين مختلف القطاعات، يعني نشاهد اليوم دليل بأن العمال يعملون في كل قطاع، في كل مستوى وظيفي، في كل عملية إنتاجية، وجميع المدراء والرؤساء التنفيذيين سواء كانوا بحرينيين أو غير بحرينيين يشيدون بالكفاءات البحرينية. فهنيئا للبحرين أن تكون أحد مصادر الدخل القومي ومصادر التنمية الاجتماعية الحقيقية هي الإنسان فعلا. أبطال البحرين بمختلف قدراتهم وإمكانياتهم يقفون اليوم ليحصدوا ثمرة جهودهم وعملهم الدؤوب، فهذا التكريم يتوج جهودهم في مجال خدمة مملكتنا الحبيبة في مختلف القطاعات. لفتة جميلة من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ومن شركة ألبا ومن الاتحاد الحر للنقابات. طبعا أشكرهم وأشكر الملك على هذه اللفتة الجميلة اللي عنده اهتمام كبير بالقطاع الصناعي وبالعامل البحريني. التكريم يترك أثر كبير في الموظف البحريني في جميع المجالات، بحيث أنه يبذل جهد أكبر ومزيد من العطاء للوطن، وهي طبعا يعني جهد مشكور من القائمين في التكريم، ان في ناس تلاحظ اللي يعمل ويتكرم ويعطونا جهد اكبر ويشجعونا على البذل المزيد من العطاء. تكرمت في الحفل السنوي العاشر لتكريم العمال المجدين من قبل الاتحاد الحر لنقابة عمال البحرين تحت رعاية سامية من حضرة صاحب جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. تكريم يضيف داخلي كل اثر ايجابي داخلي، يخليني انجز اكثر وأتحدى نفسي أكثر وأكثر، والبحرين تستاهل. سعيد جدا باختياري أن أكون واحد من المكرمين، وهذا دافع قوي وتكريم إلي كعامل. جمع من عمال البحرين المخلصين وصفوتها يقفون اليوم أمام العالم ليؤكدوا على أن العامل البحريني مبدع ومجتهد في مختلف الميادين. هذا الحفل السنوي يأتي تقديراً لدور العمال ومساهمتهم في مختلف مواقع العمل في القطاع الخاص بالمملكة، على اعتبار أنهم أساس الإنجاز والإبداع للاقتصاد الناجح. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.